الموبايل بيجي بمعالج جبار وثلاث كاميرات خلفية، يلا بينا نعرف باقي التفاصيل. عايز بس اوضح لك اننا هنستخدم صور النوت 9 لان الموبايل لسه تسريبات وملهوش اي صور، وكمان المواصفات اللي هنقولها النهاردة في الفيديو تسريبات ومش اكيدة. وكمان عايز اقول حاجة صغيرة، اعذروني لو غلطت في اي كلمة في الفيديو علشان تعبان. بس اهلا بكم مشاهدين ومتابعين قناة موبي سي. النهاردة هنتكلم عن موبايل شاومي ريدمي نوت 10، وهنتكلم عن كل مواصفات الموبايل وكمان مميزاته وعيوبه، وكمان في اخر الفيديو هنوضح لك سعر الجهاز في مصر وفي السعودية والسعر بالدولار، سواء سعر متوقع او سعر رسمي. اعمل لايك للفيديو واشترك للقناة ويلا بينا نبدأ الفيديو. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. مواصفات هاتف شاومي ريدمي نوت 10، هنبتدي بالشاشة. الشاشة بتيجي من نوع IPS LCD وبتيجي بحجم 6.57 من 100 بوصة، بجودة Full HD Plus وبدقة 2400 في 1080 بكسل، بمعدل كثافة بكسلات 401 بكسل لكل انش. وهنا الكاميرا الأمامية جاية على شكل ثقب، والشاشة بتدعم معدل تحديث 60 هرتز. تمام، الشاشة كويسة جدا على سعر الموبايل أو الفئة اللي بيجي فيها. شاشة عادية ما فيهاش أي كلام زي كل الشاشات اللي في الفئة دي، هتاخد منها أداء كويس على فئة الموبايل أو السعر اللي أنت هتدفعه في الموبايل. الموبايل بيجي بمعالج من ميديا تك، وهو ميديا تك ديمنشيتي 720 بدقة تصنيع 7 نانو، والمعالج ده بيدعم خدمات الجيل الخامس. لو فعلا التسريبات طلعت صح والمعالج ده نزل في الموبايل هتكون حاجة ممتازة، لأن حاجة خرافية إن موبايل بالسعر ده أو في الفئة دي يكون بيدعم 5G. وكمان أداء المعالج أعلى من سناب دراجون 730G بنسبة صغيرة حسب منصة انتوتو. بشكل عام المعالج ممتاز على سعر الموبايل، وهيقدم لك أداء كويس في التصفح والألعاب وكل حاجة. هنا الموبايل بيجي بنسختين، الأولى 64 جيجا مساحة داخلية مع 4 جيجا رام، والتانية 128 جيجا مساحة داخلية مع 6 جيجا رام. وهنا الموبايل بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي في منفذ منفصل. هنيجي نتكلم على الكاميرات، والموبايل هنا بيجي بثلاث كاميرات خلفية، الأولى 48 ميجا بكسل ودي الأساسية، والكاميرا التانية 8 ميجا بكسل ودي الترا وايد للتصوير بزاوية واسعة، والتالتة 2 ميجا بكسل ودي للعزل اول بورتري. وهنا الكاميرا الخلفية بتصور فيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 فريم في الثانية، وبتصور فول اتش دي بمعدل 30 فريم في الثانية. وبالنسبة للكاميرا الأمامية في الموبايل بتيجي 16 ميجا بكسل، وبتصور فيديوهات بجودة فول اتش دي بمعدل 30 فريم في الثانية. الموبايل بيجي ببطارية بحجم 4800 ملي أمبير، البطارية هتقدم لك أداء كويس خصوصا إن المعالج موفر للطاقة. والحاجة الممتازة هنا بقى إن البطارية بتدعم شحن سريع بقوة 33 واط، ودي سرعة شحن ممتازة على الفئة دي. الموبايل بيجي بأندرويد 10، الموبايل بيدعم NFC، الموبايل بيدعم منفذ السماعات. وهنا المنفذ الخاص بشحن الموبايل بيجي من نوع تايب سي. لسه مفيش أي تسريبات عن خامات الظهر لحد دلوقتي. وبالنسبة للألوان اللي التسريبات قالتها لحد دلوقتي هو اللون الأزرق، ولسه في ألوان تانية ولكن مش عارفينها. الموبايل بيدعم مستشعر البصمة وموجودة في زرار الباور. ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل أكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم، ممكن تكتب على جوجل موبي سي بالإضافة لاسم الموبايل اللي أنت عايزه، وهتلاقي زر المقارنة في آخر الصفحة. وقبل ما نخش على المميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك، ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب. مميزات موبايل شاومي ريدمي نوت 10، المعالج طبعا ممتاز على سعر الموبايل. لو التسريبات طلعت صح والموبايل طلع بيدعم خدمات الجيل الخامس هتكون حاجة خرافية. سرعة الشحن السريع ممتازة على الفئة دي، الموبايل بيشغل خطين وكارت ميموري في نفس الوقت. الشاشة هتقدم لك أداء كويس. عيوب شاومي ريدمي نوت 10، كنا نتمنى ان الشاشة تكون 90 هرتز، بس عموما الشاشة ممتازة. ودلوقتي تعالوا نعرف سعر الموبايل في مصر وفي السعودية وسعر اطلاق الموبايل. عايز بس اوضح لك زي ما قلت لك قبل كده ان الموبايل ده تسريبات، وكمان السعر اللي هقوله دلوقتي متوقع ان كان في مصر او السعودية او حتى سعر الاطلاق، فممكن يكون السعر في حاجة غلط، لان زي ما قلت لك السعر ده متوقع ومش رسمي. متوقع اطلاق الهاتف بسعر 180 دولار، السعر المتوقع في مصر 3500 جنيه، السعر المتوقع في السعودية 840 ريال. وخلينا افكرك تاني ان الاسعار دي متوقعة عشان ما تجيش تقول لي تحت في التعليقات ان انا بفتي. طيب من الاخر كده، ايه الموبايل اللي في نفس فئة الموبايل ده او الموبايل المنافس ليه؟ ريلمي سي 17، الموبايل ده في نفس فئة شاومي ريدمي نوت 10.
طيب قبل ما ابتدي نعمل مقارنه بينهم، عايز اقول لك ان احنا هنا في قناه مو بي سي عملنا مراجعه شامله لموبايل ريلمي سي 17، ممكن تشوفها من اللينك اللي هيكون تحت الفيديو او من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. تعالوا نخش على مقارنه الاداء الاول، وهنا شاومي بيجي بمعالج ميديا تك ديمنشيتي 720 وريلمي بيجي بمعالج سناب دراجون 460، وهنا معالج شاومي بيتفوق. شاومي بيجي بشاشه اي بي اس ال سي دي بجوده فول اتش دي بلس، وريلمي بيجي بشاشه اي بي اس ال سي دي بجوده اتش دي بلس بمعدل تحديث 90 هرتز. هنا شاشه شاومي بتتفوق لان جودتها فول اتش دي بلس، وشاشه ريلمي بتتفوق لانها بتدعم معدل تحديث 90 هرتز. شاومي بيجي ببطاريه 4800 ملي امبير، وريلمي بيجي ببطاريه 5000 ملي امبير، وهنا يعتبر الاثنين زي بعض، خصوصا ان معالج شاومي موفر للطاقه. شاومي يدعم انفاس تايب سي، وريلمي برضو يدعم انفاس تايب سي، وهنا الاثنين زي بعض. شاومي يدعم شحن السريع بقوه 33 واط، وريلمي يدعم شحن السريع بقوه 18 واط، وهنا شاومي تتفوق. تعالوا بقى نشوف فرق السعر ما بينهم، مع العلم ان سعر شاومي ده سعر متوقع علشان الموبايل لسه ما نزلش مصر، انما سعر ريلمي ده سعر رسمي، وده لان الموبايل نزل مصر بالفعل. سعر شاومي المتوقع نسخه 128 جيجا مساحه داخليه مع 6 جيجا رام 3500 جنيه. سعر ريلمي الرسمي نسخه 128 جيجا مساحه داخليه مع 6 جيجا رام 3600 جنيه. من خلال موقع مو بي سي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسميه للهواتف، وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارن بين الاجهزه وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم. كل اللي عليك هتكتب مو بي سي في جوجل وتخش تدور على اللي انت محتاجه. وفي نهايه الفيديو لو في اي موبايل معين عايزين نعمله مراجعه اكتب اسمه في التعليقات، وكمان مستني اراك في موبايل شاومي ريدمي نوت 10. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه.